في النزل وفريقه يلعب في مباراة. تحية لهذا المسؤول المغربي اللي بعد عملية جراحية معقدة نوعا ما تلعب بالمخالفة. النجم الرياضي الساحلي والتخريج الكرة ممتاز وكان التهديف الهدف الأول. الهدف الأول لصالح النجم الرياضي الساحلي عن طريق أحمد العكيشي 50 دقيقة بالضبط، 5 دقائق في الشوط الثاني. أحمد العكيشي والكوتشيكا الناجح على مستوى الهجوم فوزي البنزرتي، والهدف الأول، الهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر، افتتاح النتيجة منذ الدقيقة 5 يعني دقيقة 50 في المباراة. تتغير النتيجة لصالح النجم أحمد العكيشي. شوفوا الإعادة، مخالفة من غازي عبد الرزاق وتخريج الكرة من علي البريكي ممتاز جدا، تتعدى على الدفاع والعكيشي بين زوز مدافعين. شوفوا كيفاش خذ الكرة بالراس العكيشي ويسجل الهدف الأول. يأتي من الخلف، شوفوا التوزيع الكرة ممتاز من علي البريكي، كرة عرضية والعكيشي لا يترك الفرصة تمر ويسجل الهدف ويفتتح النتيجة لصالح النجم الرياضي الساحلي. هذا هو المطلوب. علي البريكي، أحمد العكيشي، العكيشي يخرج كرة وترمي ميكايلو، الهدف الثاني. درامي ميكايلو يقتل المباراة بلغة الكرة. الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي في الدقيقة 42 يعني دقيقة 87 في المباراة. الدقيقة 87 درامي ميكايلو، بالمعلي درامي ميكايلو 2-0. وهذا هو الهدف اللي ينتظره النجم الرياضي الساحلي. شوفوا الإعادة وشوفوا التوزيع عند أحمد العكيشي، كرة كانت من علي البريكي ممتازة ياسر في انطلاقة الهجمة لأحمد العكيشي باش نعطيه لكل ذي حق حقه. علي البريكي أعطى تمريرة ممتازة، العكيشي وسع وترامي ميكايلو مش قريب ياسر من المرمى. شوف ياخذ الكرة بالراس ويغالط الحارس. شوفوا التوزيع عند العكيشي وترامي ميكايلو يغير اتجاه الكرة إلى المرمى، وفرحة كبيرة.